نعم غيره والحديث أي من مرة وضعت ثيابها غير بيت زوجها هل يشمل أنه إذا كانت راحة على بيت أهلها؟ لا طبعا هذا الكلام هذا الحديث أيما امرأة وضعت ثيابا في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها بينها وبين الله هذا ورد في الحمامات كانت المرأة تدخل الحمام العام ومن أجل النظافة ومن أجل بعض الأشياء تخلع ثيابها وتدخل على الحمام وهذا لا يجوز وما كان في معناها مثل مسبح أما ذهبت إلى بيت أهلها هذا بيتها ومن قال أن المرأة بعدما تتزوج فبيت أبيها ليس بيتها ليس بيتها لا بيتها وكذلك كانت بصحبة زوجها راحوا عمرة فنزلت في فندق فهذا السكن له حكم البيت إذن المقصود أنها تتعرى في مكان لا يأذن الشرع بتعريها ولا يوجد حاجة لتعريها مثل ما ذكرنا المسابح والحمامات وما شابه